ولسه مكملين معاكم بقيه لقاءاتنا النهارده في عرب وود. الحقيقه النهارده بيشرفنا في الاستوديو فنانه جميله لفتت النظر ليها رمضان اللي فات من خلال مسلسل جريمه شغف. احب اقول لكم كمان انها مطربه معانا ومعاكم النهارده، المطربه والمغنيه والممثله مروه جمال. مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كل تمام؟ الحمد لله. بدايه كده مروه، اختراق المجال الفني لما الواحد بيبقى بيبتدي بيبقى صعب جدا. طبعا. احكي لنا بقى عن الصعوبات اللي واجهتك في الاول والمحطات الفنيه المهمه اللي انت شايفاها اللي نقدر نقول انها كانت بدايه للكارير بتاعك. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاك النهارده. وانا كمان والله. من ناحيه التمثيل طبعا البدايه كانت صعبه جدا بالنسبه لي. انت عارف عشان تدخل تعمل اول حاجه دي بتبقى صعبه لنا. تمثيل الاول ولا غنى؟ هي الاول كده ستيب باي ستيب. هي الاول انا بدات غنى من وانا صغيره خالص. كنت مع المايسترو ستيم صحاب بغني معاه، وبعدين ستيب باي ستيب ابتديت اركز في التمثيل، ادخل اعمل ورك شوب، اتمرن، اذاكر. انا اصلا مع الباليه، فاوريدي الباليه اصلا بنمثل من غير ما نتكلم. الموشن بتاعت الدانسرز عامه دي بيبقى فيها تمثيل. بالظبط. فكانت عندي اوريدي باك جراوند، وكمان كانت اصعب شويه من ان انت تكون بتتكلم. فبدات خدت ورك شوب وابتديت اذاكر عليها، وبعدين جالي سرايا عابدين كان مرشحني في مستر. قبل سرايا عابدين خدتي ورك شوبس فين؟ مروه جبريل. اوكي. خدت ورك شوب عند مروه جبريل، ومروه هي اللي رشحتك في رشحتني في المسلسل، وكان مستر وائل النجم كمان هو اللي مرشحني كمان. فدخلت التمثيل من حته الورك شوب، لكن من قبلها انت عارف بقى بيطلع عينك كاستنج في كل حته. كاستنج في كاستنج في احباطات احباطات في كل حته. بس الحمد لله يعني ربنا كرمني ودخلت، بدات بسرايا عابدين. كان بالنسبه لي بدايه حلوه طبعا. مسلسل تاريخي، مسلسل زي ما بيقولوا اول ستار كاست. بالظبط. وجودك في المسلسل ده متهيألي اضافه ليكي. اضاف لي كتير. الدور بقى دوري اضاف لي اكتر، لان انا كنت طالعه بنوته صغيره خادمه بتحب ابن ولي العهد التوفيق. أوكي. وكان هو كمان بيحبها، فكانت لاف ستوري لذيذه كده. بس الصراعات بقى اللي حصلت لما طلعتني للخديوي عشان ابقى محرمه عليه وانتحرت والحاجات المأساويه دي. ما هي الحاجات المأساويه دي هي اللي الناس بتفتكرها. أيوة. بتأثر في الناس شويه. دي حقيقه. فعلمت معايا الدور، ولقيت الناس حابه جدا ان انا عملت حاجه زي كده. يعني انا شكلي اصلا دلوقتي انا مختلف، ما يديش خادمه بس كومبليتلي ديفرنت بقى. اشتغلتي على اللوك بتاعك الكاركتر. وعلى الستايلنج بتاع الكاركتر. بالظبط بالظبط. اوكي. طيب سرايا عابدين ده كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. مرحله بقى ما بعد سرايا عابدين، يعني انت اشتغلتي في السيزون اللي فات في رمضان في جريمه شغف. جريمه شغف ده كان بطوله قصي خولي ونجلة بدر. قصي خولي برضه هو البطل بتاع سرايا عابدين. ايوه. مين بقى اللي رشحك؟ انا كده بجاوب على نفسي. انا اتسالت السؤال ده كتير قوي. هو قصي خولي هو اللي رشحني في المسلسل بتاع لبنان. هو كلمني وقال لي انا شايفك في الدور بسمه، وحاسس ان هو لايق عليكي جدا، فتعالي وجربي واعمليه. ولقيته يعني عارف كان شرف ليا ان نجم كبير زي قصي خولي يفتكرني. كمان المسلسل جريمه شغف عمل اكسبوجر حلو قوي في الخليج وفي الشام. طيب الدور بقى كان عباره عن ايه؟ واحكي لنا ازاي قدرتي تفصلي ما بين دورك في سرايا عابدين وبين ودور كان اسمها ايه الكاركتر؟ بسمه. بسمه في جريمه شغف. في جريمه شغف. شوف انا اشتغلت عليها كتير جدا، وبالنسبه لي كانت اسهل شويه من ناديه، علشان بسمه كانت قريبه شويه من شخصيتي، من الكاركتر بتاعك. من الكاركتر بتاعي. طيب برضو انا عارف ان انت غنيتي. وزي ما قلت في الانترو بتاعي النهارده ان انت اصلا مطربه. أيوة. وعملتي فيديو كليب. بالظبط. ايه بقى القصه؟ عايزه هنا ولا هنا؟ ما تجننيناش معاكي. صاحب بالين كذاب. بص هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي شويه فكره ان الفنان بيعمل كذا حاجه دي مختلفه. زمان انا طبعا مش هتكلم عن اللي احنا فيه. لا ودلوقتي
بس برضه عندك من تي ما عندك مثلا بشرة كتير كتير وغيرها كتير 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 نجمات كتير بس برضه زمان كنت بتلاقي الممثلة بتعرف تغني بتعرف ترقص بتعرف تعمل حاجات كتير جدا كبرفورمر بتتاخد انها كبرفورمر بالظبط فانا كان بالنسبة لي الغنى حاجة يعني مش بعيدة تماما عن الفن طيب ما فيش بعد كده الفانز بتوعك او الجمهور بتاعك او الناس اللي بتحبك ما فيش طب يا مروة اعملي حاجة تانية اعملي اغنية تانية حصل نزلي فيديو كليب تاني ايه الدروب بقى جه فين ما فيش دروب بالنسبة لي انا عندي بس مشكلة شوية في ان انا لما بحب انزل اعمل حاجة تكون صح فبركز عليها جدا حتى لو كانت سنجل يعني حتى لو كانت سنجلاية لازم اركز فيها جدا انا ان شاء الله هعمل حاجه على النيو يير دي حاجه اكسكلوزيف ليك هي سكوب هعمل اغنيه هعملها في النيو يير برضه هتبقى اخراج يونس مش انسجمت انت معاه في كيمستري فظيعه ويونس قريبي يعني كمان فعارف اللي هو من العيله حد من الفاميلي فممكن نقسط له يعني فعلا هو شويه 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 عليك وشويه عليا شويه عليا بس ف فكره جديده هنعملها مختلفه طبعا مش هتقل عن الكواليتي بتاع الكليب اللي فات بس هتبقى اقوى وفكره مختلفه تمام مش عايزه احرقها يعني بس حاجه هتعجب الناس يعني طب ايه نوعيه المزيكا اللي انت مياله ليها يعني بيبقى المزيكا اللي انت بتقدميها او الاغاني اللي انت بتعمليها ايه نوعيه المزيكا اللي انت بتنجذبي لها الهاوس ميوزك بتجنني الهاوس الديب هاوس والهاوس ميوزك لما بسمعها الديب هاوس تقيل شويه بس يعني شويه لما بيتصنف بطريقه لما بيكون في فوكل بالظبط بتبقى لطيفه فانا بالنسبه لي الهاوس شويه بروح له يعني لما ابقى قاعده عند ملحن وبسمع درامات بسمع درامات وتجنني وببقى عايزه اعمل دراما فاهم بس مجرد ما بسمع اغنيه هاوسيه بلاقي نفسي بتجذب ليها اكتر بلاقي نفسي رايحه لها متهيألي كمان الهاوس دلوقتي هو الترند يعني هو ده اللي شغال دلوقتي يعني كل مش كل يعني معظم المغنيين دلوقتي بيغنوا في الهاوس ميوزك علشان هو ده المضمون اللي هو السوق كمان طالبه مظبوط طيب الاغاني خلصنا منها خلصت التمثيل بقى الاوفرز اللي جات لك بعد جريمه شغف الله اعلم احنا يعني في سيزون ميت دلوقتي ما اعرفش جالك ولا ما جاتليش يعني لا هو بس ال- ال- الخطه بتاعتك اللي قدام ايه؟ انا والله يعني نفسي زي كلنا يعني ان كل جيلي يعني السيزون الجاي في رمضان نفسك تعملي ايه؟ نفسي اعمل حاجه نفسي اعمل واحده شريره يعني نفسي اطلع بنت كاركتر واحده شريره نفسي اطلع واحده من نفسنا عايزه اعمل حاجه مختلفه عن البنت الطيبه الهاديه اللي طول الوقت مغلوب عليها امراض في المسلسلين خلي بالك كلنا في الاول بناخد الادوار دي الطيبين فانا نفسي اعمل دور شر وبتهيألي الدور ده بحس ان انا يعني هتبين بقى في كل قدراتك لما بتطلعي عن النورم بتاعك او عن الطبيعي بتاعك بتباني بتبتدي تحطي على الماء بالظبط بالظبط بتبتدي الناس يعني تلفتي نظر الناس ليك انا نفسي يعني الناس شويه تشوف الوجوه الجديده اللي طالعه ويصنفوها بتتكلمي عن كميديا ولا على المنتجين لا كالمنتجين والمخرجين وكده ان هم يبصوا للوجوه الجديده اللي زينا اللي بيطلع عينيه لا خالص الموضوع سهل وبسيط انا شايفه على وشك حاجه جميله انه شويه يعني يشوفوا الوجوه الشابه الجديده ويصنفوهم صح لان مش دايما بتتصنف كممثل صح يعني ممكن تتصنف على شكلك مش كان انت ممثل كويس بس انا برضو بخبرتي البسيطه ان الشكل بتبتدي بيه في الاول بالظبط لان كمان مخرجين دلوقتي معظمهم بيستسهلوا ياخدك النهارده انت مروه داخله عليه بنت بلوند وكده هياخدك كواحده فيدات مش هياخدك في دور مثلا طباخه ولا شغاله مع ان عايزه اقول لك على حاجه مستر وائل نجم عمل معايا البوينت دي يعني انا كنت رايحه بلوند هو حولني من بلوند لان انا دخلت في البنيات وان انا
واحده مختلفه تماما. يعني ركز في ان هو مش كله بيعمل كده. ايوه انا نفسي كله يعمل كده. في اللي هو بياخد مروه شكلها كده زي ما هي كده فنشوف لها كاركتر قريب لايق عليها بالظبط، لان ما بيحبش في الاخر المنتج ما بيخاطرش بفلوسه بالظبط، هو ما يضمنش لو حطك في حاجه تانية بعيده تماما عن شخصيتك هتبقى مظبوطه ولا لا. بس قدام متهيألي هيبقى عندك الاوبشن ان انت تختاري ايوه اللي انت عايزاه بالظبط مظبوط. طب ايه رمضان الجاي هل في بلان نفسك تبقي في مسلسل مين من نجوم الصف الاول في رمضان السنه الجايه؟ عادل امام. عادل امام بعشقه. كل الناس عايزه تشتغل مع عادل امام. بحبه يعني انا بحبه، بحب طريقته وجوه في اللوكيشن وان هو بيعرف يقيم الموهبه اللي معايا ويعرف يصنفها ويوجهها كمان صح، زي قصي خولي بعمل معايا. يعني انا بالنسبه لي قصي خولي وقف جنبي كتير في الكاركتر بتاعي بتاع بسمه وكان لما كنت ببقى واقفه قدامه في حاجه في مشاهدنا بيساعدك جدا. يعني كان جداً. في كيمستري كويسه في ما بين الكاست والكرو بالظبط، ونجلاء بدر كمان. ونجلاء هايله. نجلاء بدر كمان انسانه جميله جدا جدا، ونفس القصه واجهتها برضو مع الفنانه الكبيره جدا يسرى. بس يسرى يعني دايما في المسلسلات بتاعتها بيبقى معاها شباب كتير. ايوه. فهي متعوده ان في ناس حتى بتبقى اول مره قدام الكاميرا. ايوه. فيعني بتساعدهم وهي عملت معايا انا كده شخصيا. يعني عملت معاكي كده؟ يعني عملت معايا انا كده. برضه الممثلين دول بيبقى ليهم الهيبه بتاعتهم او الرهبه بتاعتهم ان انت اول مره رايحه داخله بتمثلي قدامهم يعني اكيد. أيوة. هيبقى الواحد تنشن شويه. أيوة. طبعا هم يعني البروفيشنال فيهم بيفكوا الحته دي. متهيألي ده اللي حصل. يعني انا كان معايا جروب برضه في سرايا عابدين كبير كلهم نجوم، يعني الوجوه الجديده ما كانتش كتير بس النجوم كانت اكتر. فانت تخش في لوكيشن تبقى عارف انك داخل تصور مشهد قدام نجمه اول مره في حياتك هتقف قدام كام وما تعرفش اللوكيشن شكله ايه ولا الناس هتتعامل معاك ازاي. تلاقي واحده بتساعدك واللي هو بالراحه وايدي وليه خايفه عارف اللي هو مفيش كويس. حظك كان حلو معاهم المرتين الحمد لله. المره الثالثه ربنا يستر. ربنا يستر. جود لك. شكرا ليك يا مروه، شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا بجد يا كريم، انا كنت مبسوطه ان انا معاك. هنكمل كلامنا بعد الهوا.